السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده في نافذة الرياضيات الدرس 67 صفحة 14 من المحور الثالث كيف يعمل العالم هنكون مبلغ مع المجموعة الجديدة اسمها مجموعة الطيور. مجموعة ايه؟ الطيور. احنا عملنا المجموعة الأولانية مجموعة النجوم، المجموعة دي مجموعة الايه؟ الطيور. وهنكون مجموعة، هنكون مبلغ وليكن مبلغ 450 جنيه، هنكون مبلغ كام؟ 450 جنيه. مجموعة الطيور، عايزين نكون مبلغ 450 جنيه. معاكم فلوس؟ معاكم عملات نقدية ورقية؟ طيب معاكم قد إيه؟ عايزين نكون 450، مين معاه فئة ال 100؟ معاك فئة ال 100؟ هنطلع فئة 100. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. يعني المبلغ 4% بكام ورقة؟ ب 400. عدديهم لي كده. أدي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. ممتازين. 4% ب 400 جنيه. ممتازة ممتازة. خليهم هنا دلوقتي. يلا. وكام يا سامي؟ يا مريم معاكي كام دلوقتي؟ معايا عشرات. عشرات؟ فئة العشرات. طب هتطلعي كام فئة العشرات؟ خمس عشرات. خمس عشرات. يلا. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. اديهم لي كده مريوم نعدهم. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. ممتازة يا مريم. خمس ورقات ب10، فئة ال10 جنيه، يبقى كلهم بكام؟ 50. ممتازة يا مريم، اتفضلي يا مريم. تعالي نسمة يلا نعلقوهم. يلا نسمة. هاتي يا نسمة يا شاطرة. امسكي معايا ساعديني كده. امسكي دول يا نسمة أهم. فئة ال 100 جنيه نحطها هنا أهوت. شاطرة. وعايزين كمان. شاطرة يا نسمة. دي فئة ال 100 جنيه. هاتي يا نسمة. شاطرة. أربع ورقات فيها 100 جنيه. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. يبقى المبلغ كام؟ 400. لسه ما جبناش ال 50. تعالي يا مريم تعالي. معانا كام ورقة يا مريم؟ خمس ورقات. أدي ورقة، اثنين، ثلاثة. شاطرة، برافو عليكي، برافو. ثلاث ورقات أهمت. ورقتين كمان. شاطرة بنتي شاطرة أهو. يبقى كده يا ولاد كام ورقة فئة ال 10 جنيه؟ خمسة. دي كام؟ 50. والمبلغ كله يبقى كام؟ 450. ممتازين ممتازين.